Hello and welcome to a new episode of Score Sheet. Today it's going to be a special episode with a very special guest, taking two PhDs, one from Egypt and another from Australia. Well, he is not only interested in sports as talents and coaching, all this is great, but what about many things surrounding sports? Sports is an industry right now, and whenever there are so many things related to it to make it a story of success, we are going to touch upon all these things together with my dear guest light after a short break. Welcome back. Let me first welcome my dear guest live here in our studio, Dr. Amr Abd El Fattah. Dr. Amr, مرحبا بحضرتك على شاشة قناة النيل الدولية. أهلا وسهلا مرحبا بحضرتك. الحقيقة أنا مش عارفة أقدم حضرتك بأنهي تايتل لأنه دكتوراه في التدريب بنتكلم على الديجيتال ترانسفورميشن وبنتكلم على الكومبيتيتيفنس يعني ممكن حضرتك تقدم نفسك على الأقل باللقب الأقرب أو بالحاجة الأقرب في دراستك؟ برحب بحضرتك بداية، وأنا بحب أقدم نفسي باللقب الأخير اللي أنا حققته أو حصلت عليه، وهو اللقب العلمي لدكتوراه العلوم في علوم الحركة البشرية وحركة الإنسان والرياضة من جامعة جرادس في النمسا. طيب احنا كده بنتكلم بشكل عام، لكن الحقيقة أنه في لحضرتك أبحاث في مجال التدريب، في مجال الحركة، في مجال الأطفال وعلاقتهم بالتنافس، وإزاي التنافسية ممكن تعوق طفل أو ممارس للرياضة من أنه يكمل إذا تحولت من نعمة إلى نقمة. في أبحاث ثانية لحضرتك للأطفال اللي عندهم مرض السكر، وإزاي ده ممكن إزاي ممكن يمارسوا الرياضة. في أبحاث ثانية تخص الأشخاص ذوي القدرات الذهنية الخاصة وإزاي ممكن يمارسوا الرياضة وإزاي ممكن الرياضة تكون سبب في شفائهم، وفي أمثلة حية بينا موجودة دلوقتي. يعني أنا مش عايز أقول ميسي كان من الناس اللي بيتهيأ لي على قد ما أنا أعرف إنه كان عنده مشكلة في هرمون النمو وده الرياضة عالجته. مايكل فيليبس كان توحد أوتيزم، وبرضو دلوقتي مايكل فيليبس يعني لو نقدر نقول عليه أسطورة في عالم السباحة. فياريت حضرتك تكلمني أكتر عن كل حاجة بالتفصيل. أنا عايز أبدأ مع حضرتك بداية من بداية عملي في الجامعة، تخرجي سنة 2000 وعملي كمعيد في الجامعة، أخذت تخصص التدريب الرياضي وإزاي ممكن نرتقي بالأداء الرياضي لمختلف المراحل السنية. مرورا بالتجارب البحثية مع الزملاء أو الأساتذة المشرفين في الجامعة للحظة حصولي على درجة الدكتوراه الفلسفة سنة 2009 من كلية التربية جامعة المنصورة، كان توجه الأبحاث بتاعي كله في مجال تطوير التدريب للأطفال أو للناشئين. في سنة 2012 التحقت بالعمل كأستاذ زائر في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة ألاباما،
وبدأ يتغير التوجه البحثي لإدارة البيانات ومعالجة البيانات في المجال الرياضي علشان أعظم الاستفادة من الداتا وأتنقل من مرحلة إن أنا أبقى في مرحلة التدريب إلى مرحلة فهم حجم البيانات الضخمة في المجال الرياضي. في سنة 2014 تقدمت بمشروع عن استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي في المجال الرياضي في فهم نتائج المباريات أو التنبؤ بيها أو بناء منظومة بيانات أو قواعد بيانات ضخمة أقدر أنا من خلالها أفهم أداء المنتخبات المصرية، أقدر من خلالها أفهم أداء الأطفال أو أداء الشباب في الألعاب المختلفة، إزاي أنا أعمل له optimization، إزاي ممكن أعمل له تطوير development مع الوقت. التطبيقات بتاعة الذكاء الصناعي خدت اهتمام كبير مني، وقدرت ان انا احصل على التمويل ده من الاتحاد الاوروبي سنة 2014، واتنقلت للعمل في جامعة جراتس كمهمة علمية. في جامعة جراتس انضمت لفريق انترناشنال بصراحة من اكتر من دولة، وبدأنا مع بعض ان احنا نتعلم او نتطور في مجال تطبيقات الذكاء الصناعي، وبالتحديد في معالجة البيانات الضخمة او التحول الرقمي في الرياضه. ديجيتال ترانسفورميشن بالضبط، التحول الرقمي. خلينا نركز شويه على الاقل نفهم، ندي ديفينيشن الاول، تعريف للتحول الرقمي وكيفيه استخدام التحول الرقمي وتطبيقاته في مجال الرياضه. علشان نقدر نوضح النقطه دي ناخد بعض الامثله البسيطه. لو احنا نظرنا الى منتخب مصر في بطوله كاس العالم الاخيره، المنتخب كل المنتخبات بتأدي أداء، المشاهد في المنزل أو في أي مكان بيشاهد مجموعة من الأداءات، لكن أو التحركات أو السرعات اللي بيأديها اللاعب أو المهارات اللاعبين في مجموعهم، لكن أنا كباحث مش بنظر لهذا للأداء بهذا الشكل. علشان أقدر أن أنا أستخدم ماشين ليرنينج أو ذكاء صناعي في المجال الرياضي، أنا لازم هذا الأداء البشري أحوله إلى أرقام. وتحويله إلى الأرقام دي أول نقطة في تطبيقات الذكاء الصناعي، والنقطة الثانية كيفية التعامل مع هذه الأرقام وفهمها بطريقة مختلفة عن الطريقة الإحصائية التقليدية. إذا احنا قلنا أن منتخب مصر بيأدي أداء، أنا في مجموعة من البرامج اللي ابتكرناها في النمسا في جامعة جراتس بنستخدمها في تحويل كل ما يؤدى في الملعب إلى أرقام، أزمنة، مسافات، تحركات، تمريرات، باص. حضرتك ومشاهدينا الكرام متابعين ما حققه منتخب كرة اليد في دي قصة تانية، بس خليني أركز في اللي حضرتك بتقوله مبدئيا فيما يخص كأس العالم ومصر. تمام، انتوا طلعتوا بإيه؟ لأن ده مهم جدا، لأن ده ممكن يدينا تيبس، يدينا، مش عايز أقول نصائح، يدينا خطوات نمشي عليها علشان أول طريق حل أي مشكلة أن أنا أحط إيدي على المشكلة. إحنا كانت مشكلتنا إيه يا دكتور؟ الناتج التحليل او ناتج التحليل اللي تم للبطوله كلها، اكتشفنا ان المنتخبات الاخرى بتؤدي اداءات خططيه تم التدريب عليها. هذه الاداءات ليست وليده الصدفه. اكيد هذه الاداءات عندما قمنا بتحويل كل ما يتم في الملعب الى ارقام وازمنه، واستعنا ببرامج الذكاء الصناعي في ان احنا نعمل كلاسترنج لهذه الاداءات مع بعضها، بحيث ان الكمبيوتر يقدر يقول لنا عن 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 الفاريشن ما بين الاداءات دي وبعضها، هل في اختلاف ما بينها وما بين بعضها، هل يؤدي هؤلاء اللاعبين، هل يؤدون مهارات خططيه متفق عليها ام هي وليده الصدفه. الحقيقه ان النتائج اللي توصلنا لها في الابحاث ان الفرق اللي حققت مستويات عاليه في اول 8 مراكز متقدمه هي الفرق اللي بتؤدي باداء دائم مرتب تم التدريب عليه وبشكل تكراري منتظم. احنا بنتكلم على مونديال 2018، روسيا 2018. مظبوط يا فندم، مظبوط. لو نظرنا الى المنتخبات الثمانيه الاخيره اللي كان من ضمنها المنتخب المصري، اللاعبين ما بيؤدوش الاداءات بشكل تم التدريب عليه، بيؤدي وليد الصدفة. يعني مشكلة خططيا، it's about the plans or the tactics. خليني أسأل حضرتك هنا سؤال، يعني الموضوع ملوش علاقة باللياقة البدنية
بالمنتال فتنس، اللياقة الذهنية، ملوش علاقة بالهارموني بينهم ولا دي كلها انكلودد؟ ليه يا فندم؟ عشان انا عايزة خلال الحلقة بتاعتنا نحط اربع امثلة، لانه زي ما كنت بقول لحضرتك نبتدي بميسي مثلا. Let's start with Messi. Lionel Messi and how Lionel Messi transferred from being a kid born with some problems in his growth hormone to the big Leo, to Lionel Messi, the one who everyone, even if he is not a fan of Barcelona, is going to be totally dedicated to Messi when he is playing. Let's watch Messi and then we are going to turn back. Messi has been a gift from the footballing gods. He's just such a phenomenal talent. A player that not only beats people, that mesmerizes them, that produces magical moments, scores a multitude of goals, but he's also an honest player. He gets kicked, he gets hacked, he gets up. He never dives. He doesn't cheat. He's just a brilliant example for footballers everywhere. And if everyone copied him, the game would be much better. Messi. Oh. Messi!
ويلكم باك. ليه يا فندم انا كنت بتكلم على ده؟ انا كنت بتكلم على ده علشان قريت حاجه مؤخرا على كريستيانو رونالدو بقى، انه عمره البيولوجي 24 سنه، في حين ان عمره الحقيقي 34 سنه. Does this make sense؟ يعني ممكن اللاعبين اللي بيوصلوا لهذه المراحل المتقدمه هم لاعبين تالنت، هم لاعبين بيتميزوا بقدرات بدنيه وقدرات انثروبومتريكس، انثروبومتريه عاليه، قدرات مورفولوجيه متميزه. فانا عايز اقول ان احنا اللاعبين بيوصلوا لهذه المراحل بقدرات وامكانيات عاليه. الفروق البدنيه او الذهنيه بتاثر على النتائج بالتاكيد، ولكن احنا بنتعامل مع منتخب مصر او منتخب اي دوله، هم بينقوا افضل العناصر المتاحه عندهم وبيبداوا في تحسين الامكانيات المتواجده عندهم. النهارده الفروق ما بين المنتخبات وبعضها في الامكانيات الجسمانيه، في المستويات اللياقه البدنيه، في بعض المستويات المهاريه اصبحت قريبه جدا، لكن العالم كله بيتجه لفهم التعامل ما بين اللاعبين وبعضهم داخل الملعب، اللي احنا بنقول عليه البوزيشننج داتا. ازاي بيتحرك اللاعب من مكان لمكان وامتى بيتحرك، ازاي بتفرق. Let me ask my question in other words، يعني علشان ده بالنسبه لي لغز الحقيقه، يعني ده اجتهاد شخصي كريستيانو رونالدو وصل ده باجتهاد شخصي ولا اتس ذا هول سيستم، المنظومه اللي حواليه؟ اللاعب الموهوب هو لاعب بينمى، لكن لابد ان يكون لديه اساسيات الموهبه، الاساسيات الوراثيه، لان احنا بنقول على اللاعبين ان العدائين واللاعبين بيولد موهوب جيناتيكلي مش بالظبط، بس بنسبه كبيره جدا مظبوط. زملائنا اللي بيشتغلوا في الجيناتكس بيطلعوا نتائج ممتازه في هذه النقطه، لكن اذا لم تتوفر الامكانيات واذا لم تتوفر البيئه العلميه لهذا اللاعب، لن يستطيع اللاعب ان يصل الى المستويات العاليه. هيبقى لاعب لكنه لن يستطيع ان يحقق المستوى المرجو منه. في النجاح في المجال الرياضي هو عباره عن منظومه متكامله، منظومه اعداد وتدريب، منظومه قياس وتقويم للاعب، منظومه فيدباك. اللاعب بيغذى دايما بالتغذيه الراجعه لما بنقعد مع محللين الداتا، محللين البيانات في الفرق الرياضيه واخصائيين البايوميكانكس في المجال الرياضي بيصلحوا الاداء للاعبين. حضرتك في كاس العالم 2018 شفت الهدف اللي سجله محمد صلاح. هذا الهدف ليه طريقه في التدريس، احنا كيف تم حساب الزوايا. اكيد هو اتمرن الحاجات دي، زاويه المقذوف او زاويه الكره وزاويه المرمى وحجم القوه اللي بيطلعه من في الشوط من رجله. كل الحاجات دي هي علم الميكانيكا الحيويه. اذا كان محمد صلاح او هؤلاء اللاعبين لم يتم تأهيلهم وتطويرهم وتعليمهم في أنديتهم أو في الأماكن اللي تعلموا فيها بهذا الشكل، هذه الأشياء لا يمكن اكتسابها بالجينات، هذه الأشياء لا يمكن اكتسابها بالوراثة. هو موهوب بيقدر يفكر، بيقدر ياخد قرار، لكنه محتاج إمكانيات بدنية، محتاج إمكانيات فسيولوجية، هذه منظومة متكاملة. أوكي. We mentioned Cristiano Ronaldo, so let's live with Cristiano for just a few minutes and we are going to return back.
دكتور عمر، المثل الثالث اللي عايزه اتكلم عليه مع حضرتك زلاتان ابراهيموفيتش. 37 years، 37 سنه. And he was suffering ACL. رباط صليبي. ورجع يمكن احسن من الاول. واخر حاجه عملها كانت هاتريك. وبنتكلم في نفس الفكر، انه بعد 35 سنه هيبقى خبره لكن مش هيقدم نفس الاداء. بتدرسوا الناس دي ازاي؟ بتطلعوا من دراستهم بايه علشان اللي هم عملوه ووصلهم للمرحله دي نقدر ناخده ونطبقه على الناشئين؟ حقيقة احنا بنحط برامج للتدريب، بنستعين بالبرامج اللي بيحطها الخبراء في المجال البحث العلمي او الخبراء الاجانب. اللاعبين العالميين بيخضعوا لبرامج تدريبية متميزة، وبيخضعوا لبرامج تدريبية هي ناتج بحوث اجنبية. ازاي يعمل عملية رباط صليبي ويرجع تاني، وايه انواع التأهيل اللي هو تعرض ليه؟ ده في اربع شهور. مظبوط. In just four months، يعني انا ما صدقتش لما تخيلت ان هو he is going to return back وبالشكل ده وعلى المستوى الاحترافي. مظبوط. الفريق اللي بشتغل فيه في جامعه جراتس مقسوم جزئين، جزء منه خاص بالتأهيل للاعبي كره القدم المتميزين. هم بيجروا ابحاثهم باستمرار على الماسل تندم، وازاي ممكن ان انا احسن الماسل تون بسرعه، وازاي ان انا ارجع اعمل ريهابليتيشن للانجورز ايا كانت. ده مجال بحثهم، محققين فيه نتائج كويسه. واذا توفرت هذه الامكانيات وهذه النتائج من البحوث في المراكز الطبيه عندنا هنا، بتتحقق نتيجه. هل ده عائد لامكانيات اللاعب البدنيه والجسمانيه؟ مش بالظبط، لان الطب كل يوم فيه جديد. وإذا تعرض لاعب لإصابة بنفس الشكل وخضع للبرنامج التدريبي أو لبرنامج التأهيل المبني على نفس الأسس العلمية، ومش بس الأسس العلمية، الإمكانيات والأجهزة المتاحة للتأهيل لابد أن تكون أجهزة متميزة وأجهزة تتميز بالتطور وتكون مواكبة للحديث في مجال الطب، عشان اللاعب يقدر يرجع تاني. لكن ما بترجعش فقط للإمكانيات البدنية أو للجسمانية. Well, this was Zlatan Ibrahimovic. Here comes Lata. Oh, he flipped pass. Italy and Spain. Here he goes again! Oh! You could not write this! You could not write this! Sensational! Sit down, Corona. Ibrahimovic looking for the second chance. ندخل في اليد بقى.
علشان ولادنا عملوه في كاس العالم تحت 21 سنه اللي اقيم في اسبانيا. والحقيقه اعتقد انه كان مفاجاه ليهم هم شخصيا. الولاد عملوا انجاز بالميداليه البرونزيه برغم ان هم كانوا يقدروا يجيبوا اكتر من كده. والحقيقه الماتش الوحيد اللي اتغلبوا فيه كان ضد فرنسا اللي اخذت اوريدي الميداليه الذهبيه. تحليل حضرتك بقى للولاد بتوع اليد والانجاز اللي عملوه، واذا كان بالفعل كان ناقصهم ايه علشان يوصلوا لما هو اكثر؟ قبل ما اتناول النقطه دي مع حضرتك، انا 15 سنه يعني مهتم جدا بفريق كره اليد، من اول الانجاز اللي حققناه تالت العالم 2001 لغايه المفاجاه اللي للجمهور يمكن او للفريق. لكن على المستوى الشخصي انا معجب جدا بفريق كره اليد، متابع الاداء بتاع المنتخبات بتاعه كره اليد. وانا يعني كان عندي احساس من خلال نتائج الابحاث بتاعتنا ان هم هيحققوا حاجه كويسه. التحليلات اللي احنا عملناها لمنتخب كره اليد وبطولات كاس العالم كلها، لعبه كره اليد لعبه سريعه جدا، القرارات فيها بتتاخد بسرعه جدا، محتاج فيدباك للمدرب من اخصائي التحليل اللي موجود مع المدرب. منتخب مصر حقق نتائج كويسه جدا خلال البطوله من اولها لغايه ما وصل لمباراه فرنسا. في اعتقادي انا احنا هنتناول المباراه دي بالتحليل. 7 matches without a defeat. اطلاقا ده ممتاز. ممتاز ومحققين نتائج هايله. احنا هنتناول هذه المباراه بالتحديد بالتحليل لما ارجع للفريق بتاعي. لكن في اعتقادي انا الشخصي ان منتخب فرنسا كان عنده من الامكانيات الخاصه بالتحليل والتقنيات الخاصه بالذكاء الصناعي لفهم وايقاف محاور اللعب في الفريق المصري كان اسرع من عندنا احنا. هو قدر يفهم بسرعه ليه مصر 7 ماتشات ما بتخسرش، ليه مصر 7 ماتشات طلعت في اخر مباراه من 14 فرق سكور لغايه ما كسبت الماتش. ريمونتادا بالظبط، ليه عملت كده؟ المنتخب الفرنسي حلل اداء المنتخب المصري تحليل مظبوط، التحليل انتج كم كبير جدا من الاداء ومن المهارات الخططيه. عندهم فريق عمل تكنولوجي متخصص هو اللي قدر يوقف مفاتيح اللعب المصري. وده اللي احنا بنسعى ليه في اداء منتخب مصر لكرة القدم أو منتخب مصر لكرة اليد. لو إحنا عندنا هذه الإمكانيات التكنولوجية، لو عندنا الباحثين المتخصصين اللي يقدر يديني نتائج في وقت دقيق جدا، لأن المباراة زمنها قليل جدا يدوب ساعة. فأنا وخلال المباراة والأداء السريع أنا محتاج دايما فيدباك من أخصائي التحليل اللي قاعد جنبي. المنتخب الفرنسي عنده ناس متميزين جدا في هذه النقطة. المنتخب المصري أنا أعتقد أن إذا توفرت له هذه الإمكانيات التكنولوجية أو أخصائيين تحليل الأداء والذكاء الصناعي، أنا واثق تماما أنه يقدر يحقق بطولة كأس العالم لكرة اليد. وإن شاء الله يحصل له عن قريب. دكتور عمرو بشكر حضرتك جدا، استمتعت بلقائي معاك يا فندم، وهناخد من حضرتك إن شاء الله وعد أن تبقى موجود معانا تاني على شاشة قناة النيل الدولية. بشكر حضرتك وبرحب بحضرتك بالجمهور، وأنا يشرفني دايما أكون متواجد مع حضرتك ومع الجمهور الكريم. ألف شكر لحضرتك. This was our meeting with Dr. Amr Abd al-Fattah, a specialist in digital transformation in the fields of sports, in the philosophy of sports, in coaching, in analyzing, in scouting, so many things. Well, thank you very much for being with us. See you right after this.
Welcome back, and now it's time for squash. And when it comes to squash, Egypt is always on top. Last but not least, it was a championship for the juniors, and it was held in Kuala Lumpur in Malaysia, and guess what? All the finals were purely Egyptian. And finally, Hani Alhamami and Mustafa Asal did it. And they returned back with the trophy. It's not for the first time for any of them. Mustafa Asal is the defending champion. But before we are going to go into the details, let's say congratulations to Mr. Asim Khalifa, the president of the Egyptian Federation of Squash. Mr. Khalifa, hello. Hello. How are you? Congratulations, sir. I know it was. To congratulate the Egyptian Squash Federation. Thank you, sir. I know it was tough for you, because when it comes to Hisham Sirti or Mustafa Asal, when it comes to Jana or Hania, they are all parts of the very same family. Tell me, how have you received the information that all the finals are going to be purely Egyptians, and if you had expectations before going into the matches? No, this is. I want to remind you with what we have been saying 3 years ago about the strategy of the Egyptian Squash Federation is taking care of the juniors much more than any other federation. Mm-hmm. That's why I told you we have 2, 3, 4, 5th generation. We are preparing to try to ensure our leadership in squash. Amen. That's why, you know, Mustafa Hassan is the champion and Hani Alhamami is the champion and Jana Shiha is the playing final and Sirti is playing final. This is the strategy of the Egyptian Squash Federation, is taking care of the juniors highly, with a very high budget and with a very high practice and traveling everywhere. You know that Mustafa Asal now is in men is number 29. So after 6 months, inshallah, he will be something like 15. Great. So he will be with, inshallah, he will do his best to do this. He will travel. We will help him to get practice and to get trained with the higher standard with his colleagues, Ali Farag and Shorbaki. And if we are speaking about this title in specific, we should know or worth mentioning that Mustafa Asal now is the fourth after Mohammed Shorbagi, Marwan Shorbagi, and Rami Ashour to win this title for 2 times in a row. Oh, yes. Yeah? Yes, and the superb squash he introduced in front of his teammate, Sirti, to end the game just in 41 minutes. It was. Oh, yes. Yeah? Yes. And Sirti, and because of this, sir, I was asking if you expected this result. I shouldn't say that because I don't like to expect this victory. Because although I can guess, yeah, but because we sometimes have surprises. Mm-hmm. You know, sometimes we have Diego from Peru. Sometimes we have Sam Todd from England. You know, because every now and then we have someone to play very good squash, and I told you before that the world will not be watching us while we are collecting all the titles. They will work hard. They will try to catch us, and this is a very, very big burden over our sure. heads and necks. To play and to train and to prepare the juniors as much as we can. But sir, let me remind you, only a year ago, with the teams in India, our juniors returned back without losing a set. Not without losing a match, but without losing a set.
And this was, I think, for the very first time in the history of this tournament and maybe more tournaments. So I think this is phenomenal. And with what you're doing, with the continuous efforts, this is going to continue. Let's move to Hania. I want to tell you something. Yeah. We won the world world champion, the men, yeah, in France 2 years ago, without losing a game. Yeah. And that's why we took the award of Sheikh Mohammed in Dubai, yeah, of the creativity in sports. Yep. So we did it. I mean, in all age categories. I mean, I can expect that from the seniors, but with the juniors, this was for me a little bit surprising. But let's not miss speaking about Hania, sir, because Hania also did great. And this is not the first time Hania is making surprises. And it seems that she is on the right path. She is now going to end her career as a junior and to start participating in a bigger and bigger and more competitive competitions. What are your expectations for Hania? Hania is number 18 in ladies. Yeah. Hania. But only 18. Hania as well, maybe after 6 or 8 months, she will be moved to higher level. Yeah, inshallah. What we need to do now is to knock the wood. Mm-hmm. Sure. You know, to knock the wood. You know, if you have wood in your studio, you should knock the wood. I'm wearing blue. Well, sir, whenever you mentioned the rankings in August, Raneem Al-Waleeli continued to be the world number one. So congratulations to Raneem, to all of our athletes, to all of our champions, because they all deserve to be congratulated on the efforts they are exerted to be all the time on top. They are working hard. Yeah. They are making all the best to make us very happy. Yeah, amen to that. What about the other names, if you want to mention other names? For example, before you told me, remember this name, Yathrib Adel, Salmahani, and I do remember their names all the time. I have tomorrow I'm going to the airport to pick up the rest of the juniors, which like Ibrahim Al-Abbani and some other players, they played very well, but they are 17. Yeah. They are 17 years old. They still will play with us next year and after next year. Yeah. To play. So one of them will be the champion. But we prefer to send them to Kuala Lumpur to play with in Malaysia to get experience. Sure. And to break the ice of the to not very afraid, important. Yes, yes. From the world champion. So I'm going tomorrow to pick them up from the airport and say, well done for you. Maybe next year you will be the champions. So I have, you know, I'm afraid to forget any of them. So I don't want to say names as much as I want to congratulate all the delegation. Yeah. Because they are preparing now for the team event. So I want them to... When it's going to take place, sir? Yes. When it's going to take place, the team event? In same place. When? Same place after 2 days. Okay. Sir, let's speak also about the seniors, about the big names we have. When is going to be their next step or their coming event? We are preparing now the world open in it will be in the pyramids of under the foot of the pyramids, mm-hmm, by end of this year, mm-hmm, and there's some other big tournaments, so we are for the seniors we expecting two of them before end of this year. Mm-hmm. Well, congratulations, Dr. Mr. Asim.
And we wish that next time you are going to be our guest live here in the studio to speak more about the achievements of squash in Egypt. We were very much delighted to have with us via phone Mr. Asim Khalifa, the president of the Egyptian Federation of Squash. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Well, right after this, we are going to be back, so stay tuned. Welcome back, and now it's time to move to another sport and to handball. Egyptian handball, the under-21 World Championship, which took place in Spain, and with the Egyptian bronze medal. The Egyptians returned with the bronze medal and with wonderful performance, having 7 matches without a defeat. They only defeated once, and this once was by France, which claimed the title. With analyzing some of the main reasons behind this wonderful performance and how this is going to continue and maybe for the better. Well, we are very much delighted to have with us via phone Youssef Ashraf, our sports analyst and the team. Youssef, hello. Hello, Nermeen. Thanks for having me. First, have you expected that Tariq Mahrous and his men are going to clinch a medal in this championship? And how about their performance, the under 21? Were there going to happen? Egypt has a great record when it comes to the Youth World Cups. We've been to the semifinals 6 times. We've got 3 medals already. We've been to the semifinals 4 times out of the 6 last tournaments. So Egyptian handball has set the bar very, very high for themselves, and we hold ourselves to very high standards when it comes to the youth games and the World Cups. So it was expected. However, it was a huge achievement. They showed dominance that was not shown before by any of the previous Egyptian teams, mentally and physically able to
overcome their European counterparts, and they've shown that by winning their group, they are the first Egyptian team ever to finish first on their groups and to win 7 consecutive games. So even though Egyptian handball has always been very impressive in this level, but again, they were extra impressive this year with this team. You know, one of the most important characteristics of those players of this team is their mental toughness, if I may say so. Whenever there is such a great difference with more than 10 goals, and then they do such a remontada to return back and to grab victory, to seal victory, this is tough, even for their age, as I may say. I don't know if this is normal in handball or no. Tell me about this and about the way the head coach, Tariq Mahrous, was dealing with his players, because whenever we were watching him urging them to practice more, oh, one goal and you are going to be on the podium. One goal and you are going to move to another category. One goal and tell you what, you know, his way even of pushing them was different. I don't know if you agree with me or no, and if you've felt that or no. No, definitely, I agree with you. And this has been the main thing that brought this team to the next level, the preparation mentally and physically, the confidence that the coach arrays to his players and showing them how they believe in them, which made them in return believe in themselves and believe in what they can do. So, and we've all seen this, and it hasn't happened before, but this year it was in the biggest stage and with the rise of social media and other media, so it was much more obvious this year the effort that was exerted by this team and by their head coach and how they have managed to hold themselves to level that even the European teams are hardly at. Yeah, and Youssef, they were all shining, of course. I'm not going to mention names, I don't want to forget anyone, but let me, if you permit me, focus a little bit on the goalkeepers, and in specific on Abdurrahman Taha? Yes. Abdurrahman, one of his saves, for example, was chosen as one of the best saves in the tournament, for example. And he was named the Octopus after four or five matches in the tournament. How do you see this position in specific, as it was such a gap between Hamad al-Naqib and Karim Hindawi, for example? I mean, Assam al-Tayyar, of course, was such a great addition to our national team, I mean, with the seniors. But to add new blood, if I may say, to inject the new blood, especially in this position, I think it's one of the key key positions, one of the guarantees that the Egyptian team is going even to feel more safer with a goalkeeper with that talent. Protecting our net. Yes, well, guarding our net. This is what I wanted to say. Yes. And definitely is very, very important. And again, we have a record of having such great goalkeepers. Without mentioning any names, but for years and years and years, Egypt has always had a great goalkeeper between the poles. I'm sorry if I mentioned only some, but they are only examples. No, as you've course. Kindly mentioned, all of them were great. Of course. And we've always had them, and we still have great goalkeepers right now in our national team. But again, this will create a great competition for spots on the senior national team, not only in the goalkeeper position, but especially there, because this is, as you said, one of the most crucial positions on the field, because there's no way you can go far in a tournament without a great goalkeeper. There's no way you can do it, and that's why more competition for senior spots is much better for our national teams, and that applies also to the other positions and the outfield positions where all the players have shown they can perform on the highest level, and I think this has been noticed by everyone. Mm-hmm. As far as I know also that this team or the under 21 team is going to participate in the coming competition, rather than the seniors.
How do you see this decision, Youssef? I mean, is it a little bit putting pressure on the boys, or this is normal and they should be that much acquainted with what's going on around them, used to be accurate to the responsibility that they should shoulder after showing this super performance in the World Championship, which was held in Spain? No, I believe it's a perfect opportunity for this specific tournament, the African Games, because it has some competition. It's not the most difficult one, and it's not the most important tournament for the Egyptian senior team. So it's a great opportunity for these guys to show that they can still play on a higher level, on the senior level as well. So it's a great step by the federation. I think playing the senior team in that tournament would have been exhausting very early in the season, and it's going to be a very long season and a very tough African Championship this year and World Cup the next year. So this is a very good opportunity for them to shine more and show that not only can they perform on that level or that category, they can also do it on again. Youssef? Well, I think we lost him, but this was Youssef Ashraf, Egyptian handballer, part of the national team. He was a part of the national team. He was a pro outside, and he is our sports analyst regarding handball in specific. But, that's all we have for now. By this, we come to the end of this episode of Score Sheet. Till we meet again, same time on Nile TV International. On behalf of Dr. Mohammed Arbia, I'm Rafat Halla, the staff of our studio, Studio 35, and myself, Nirmina Abdurrahman. Many thanks for watching, always and forever, with my love.